رسالتنا هي الفن الملتزم، بس بعد الأزمة صار عندنا لا رسالة تانية، رسالة إنه نثبت إنه نحن فعلا موجودين. الفن هو أحد أهم العوامل إذا بدك لتبين حضارة البلد وثقافة البلد اللي لازم هلأ نحن نشتغل عليها، سواء أنا ولا سواء أي حدا مبدع بعمله، يعني مو بس كموسيقي. يعني نحن اليوم كموسيقيين كفنانين من الناس اللي بقيت بالبلد عم نحاول نقدم موسيقى نرجي للعالم انه البلد ما فيها شيء لحد الان، يعني هي فيها شيء بس عم نرجي انه لا لسه في موسيقى، في فن، في نشاطات موسيقيه ثقافيه. هذا سلاحنا الوحيد نحن كموسيقيين. الهدف الاساسي من مبادره حلم المصياف هو انه نثبت انه ثقافه الحياه هي التي سوف تنتصر في سوريا وليس ثقافه الموت. ليس بالبندقيه وحدها نحمي الحياه ونحمي الوطن في سوريا.